شباب 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 ارجعوا ورا شوي يا رجال، لا تكنون سبب، لا تكنون سبب، لا تكنون سبب في حزن اليوم. هنا في نار بتشتغل، هنا في نار بتشتغل يا رجال، لا تكنون سبب في صناعة حزن يا رجال. أعيد وأحذر وأقول، في نار بتشتغل هنا، لا تكنون سبب في حزن هالليلة وهي فرح. ألف تلريون مبروك حصول هذه النسخة على بطل يستحق هذا اللقب، لأنه نجاه ونجاه أخوانه كلهم واحد. بعد الإعلان، بعد الإعلان لا تحرمون صاحب اللقب إنه يتكلم يعبر. المسرح لو زاد العدد عليه أنكسر، وهنا نار بتشتغل، لا تسببون في حزن. الأمر المهم التكريم بالشيكات بعد الإعلان، خلونا نصنع هالفرحة سوا. صاحب المركز الأول في هالنسخة العظيمة، اسمحوا لي أتكلم عن لسانه أو على لسانه، يقول حاله ويقول لسانه: أنا العناد، أنا الطموح، أنا العمل، أنا الغريب، أنا المريب، أنا الجدال، أنا القوي، أنا الزعيم، أنا البطل، أنا الوقوف رغم الظروف، أنا سلطان. راسك الاول يا سلطان، حمد الله حمد الله. اعطوني شباب سلطان يا عيون، اعطوني شباب سلطان. لا تكلم، لا تكلم، نسمع سلطان يا شباب، خلونا نسمع سلطان يا شباب، يا رب نسمع سلطان يا شباب، خلونا نسمع هاللحظة. فهد بعد اذنك يا ابوي، ارجوك جاء عمرك يطول. تكلم يا، خلوني اسمع سلطان يا رجال، خلوني اسمع سلطان، خلوني اسمع بطل هالنسخه ارجوكم، خلوني اسمع بطل هالنسخه. يا عيال بتكلم، بتكلم سم. شباب خلوا الفارس يغرد، خلوا يتكلم، خلوا البكمي يسمعنا. كبكم الطيب سلطان،
لبيه. أرجوكم خلونا نسمع سلطان، أرجوكم. إلى الآن ما سكتوا يا رجال. يا الربع يا الربع، خلوا فارسكم يتكلم. أبا أتكلم. خلوا فارسكم تخلد هاللحظات في حياته. مرحبا، يلا حية ونعم 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 ومبروك. تفضل سلطان، غرد يا فارس هالنسخة. مساكم الله بالخير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لا تلومون مشاعرنا، والله إن عشنا أيام حلوة، لكن والله ما يحصد واقف على المسرح ذا إلا رجال تعب. فوزي اليوم ما هو بأفضلية على خوياي، لا والله توفيق من الله، ولا فيهما اللي في راسي في روسهم. أبوي اللي تركته من في الديرة، قلت يا أبوي والله لا أروح وأجيك بالأول وأجيك، وأنا اليوم جايني في الرياض وجبت له. أول شيء بيض الله وجيهكم يا قناة الواقع، وجهك أبيض، بيض الله وجيه الجمهور. اليوم بخاطب الكاميرا، كل من دعم سلطان عيش، جمهور السهوم الله يعطيكم العافية، بيض الله وجيهكم يا سمو البقوم. نعم والله، ثم والله يعني ما بكيكم، والله ما علي خوف بعد الله، دامكم معي متحزمكم عاصمكم راسي، أنتم وجمهور السهوم والجمهور من كل القبائل والعوائل اللي وقف مع سلطان. والله أنا نعثر وإن يجي علينا خصم وإنهم يهدون النقاط ويتقدمون. أنا جيت هنا أول ما حضرت قلت اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الله يزيدك الله يزيدك. شديدة البأس مرسوم بغرتها نجم تلألأ من بعد فناداني، وهذا النجم اللي ناداني أنا لليوم. نعم نعم، سهوم الموت خل أسهم تداول وأسهم الإغلاق، نجيب المال لجل نهينه ونطرب على ذكره. يا تاريخ البقوم أنا المحب المغرم العشاق، بسولف عنك لا بكرة وبكرة يتبعه بكرة، وسايمنا اللهم صل على محمد، جملنا عن ديار القوم لا يحدى ولا ينساق، وسايمنا بجائزة الإمام وملتقى الظفرة. لو إنا ما نعرف إن التواضع يرضي الخلاق، تجاهلنا مقام الناس من قوة ومن بطرة. صح لسانك، صح بدنك. الله يبارك فيك. أبغى أسمع أبوك يا سلطان. سمي أبوي. شباب نسمع والد سلطان اللي هو والدنا جميعا. غرد يا أبوي، خل المايك. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونشكر الله الشكر الجزيل، ثم نشكر قناة الواقع من إدارة ومدربين. يا رجال والدنا يتكلم نسمع له، وجميع المسؤولين في هذه القناة، وأشكر زملاء الابن سلطان، واعتبر جميع زملائه متفوقين وكلهم يستاهلون مراكز متقدمة، عندهم إبداع، عندهم تميز، عندهم أخلاق فاضلة، وجميع المدربين اللي معهم. ثم أشكر جماعتنا وأبناء عمومتنا يستاهلون، ألاد الهميري كلهم فردا استهلون. كلهم فردا فردا على دعمهم لابنهم سلطان. وأشكر قبيلتنا ألاد مورس والمورسة كلهم فردا فردا لتشجيعهم ودعمهم سلطان. وأشكر قبيلة البقوم جميعا على دعمهم لابنهم وممثلهم سلطان. وأشكر جميع أهل تربة اللي دعموا سلطان وقفوا معه. وأشكر جميع القبائل والممثلين اللي دعموا سلطان من غير البقوم. والله يبيض وجه الجميع من إدارة الواقع وقبيلتنا والقبائل الأخرى، وأتمنى لهم التوفيق وأشكرهم جزيل الشكر، وأخص بالشكر قناة الواقع وممثليها جميعا، ومن ضمنهم زياد الشيري. أنا اللي أشكرك الكرار. أشكرك أنك جبت السلام عليكم سلطان. والسلام ألف مبروك. وأشكر ابني سلطان اللي أبدع وتميز، والحقيقة أن سلطان معه زملاء كلهم مبدعين، كلهم أقوياء، كلهم على الوقفات، كلهم يعني ما جت بسهولة، نافس الرجال أقوياء والرجال فيهم خير وبركة. فأشكر جميع من يشجع سلطان وقام معه ودعمه من قبيلة أو جمهور غير قبيلة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوعد يا ابو سلطان وين؟ الوعد بتربه ان شاء الله. الوعد بتربه وان شاء الله نصل عند اهل تربه. والفوز لاهل تربه كلهم. يستاهلون. والجماهير سلطان بكل مكان. يستاهلون. بيض الله وجهك يا ابو سلطان. الان بنكرم اصحاب المراكز، ولكن قبلها اسمحوا لي